نظمت جمعية التواصل للتربية الاجتماعية والتنمية المستدامة ورعاية الأسرة والطفل يوم الثلاثاء 6 أبريل 2016 حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع مندوبية التعاون الوطني إقليم برشيد بالمركز الاجتماعي للتربية والتكوين بالسوالم التابع للجمعية الذي مر على افتتاحه ما يقارب السنة. بمناسبة توقيع الشراكة مع مندوبية ديال التعاون الوطني في إطار الدعم ديال هذا المركز الاجتماعي للتربية والتكوين، واللي هو بكل صراحة بناء على واحد الدراسة اللي دارتها الجمعية حول هذه الساكنة ديال المنطقة ديال السوالم، واللي تبين بأن الساكنة في حاجة ماسة مثل هذه المراكز ديال التربية والتكوين اللي هي غادة تفتح ليها المجال قدامها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لتأسيس تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل. وبهذه المناسبة بكل صراحة كنشكر السيد المندوب ديال التعاون الوطني اللي هو مد يد المساعدة واللي هو شجع الفكرة ديال الإحداث ديال هذا المركز الاجتماعي للتربية والتكوين بالسوالم، واللي هو بكل صراحة فتح لنا الباب على أساس إن شاء الله أننا نحقق الأهداف ديالنا المشتركة في إطار تعزيز آلية الشراكة والتعاون بين المجتمع المدني وما بين المندوبية ديال التعاون الوطني بإقليم برشيد. يتبين من الملاحظات الأولية بأن هذه السكينة في حاجة لمثل هذه المبادرات، واللي كتلاقى أصلا مع الأهداف ديال مؤسسة التعاون الوطني وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الهدف ديالنا طموح جدا اللي تيتجلى أولا في تثبيت ديال البرامج والمساعدة ديال الجمعية، وضع برامج ديال التكوين، تأهيل ديال المؤطرين، وثانيا شواهد ديال التخرج لفائدة المستفيدات. في الأفق المستقبلي إن شاء الله ديال وضع برامج ديال اللي هي مدرة للدخل من أجل إدماج النساء في المحيط السوسيومهني والمحيط الاقتصادي، سواء عبر خلق أنشطة مدرة للدخل أو تجميع هذه النساء على مستوى تعاونيات إنتاجية. هذا مشروع طموح نتمنى أنه نوصلوا ليه احنا والجمعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عندها واحد الأثر كبير بزاف على مثل هذه البرامج واللي احنا اليوم تنعيشوا أولى النتائج ديالها. وتهدف اتفاقية الشراكة هاته إلى تعزيز آليات التعاون والتضامن بين الجمعية ومندوبية التعاون الوطني بإقليم برشيد للاهتمام بالنساء والأطفال في وضعية صعبة وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن التكوين والتأهيل والتوجيه لإحداث أنشطة مضرة للدخل. مكونة ديال ورشة التدبير والتسجيل المنزلي، في هذه الورشه حنايا كنقوموا بتأطير النساء كل في المجال ديال تدبير المنزل في اطار الخياطه، الرسم على الثوب، الرسم على الزجاج، السيراميك، يعني كل ما كيتعلق بالتزيين والتدبير. المركز يستقبل حوالي 100 مستفيده اغلبها من طبقات هشه، كما ان المركز يستقبل المستفيدات من محاربه الاميه وما بعد الاميه والاطفال المنقطعين عن التمدرس وتنظيمهم في برنامج الفرصه الثانيه. نحن تنستافدوا في ورشه الخياطه، استفدنا كيفيه نديروا مسائل خاصه بنا ولوليداتنا وهذا، وفي انتظار ان شاء الله اننا نديروا للناس اخرين، وعلاش لا نديروا مشاريع ديالنا اللي تقدر تكون توفر لنا شي دخل اولا يعني خديناها في الاول كحب استطلاع، ولكن من بعد بدينا كنستافدوا اننا نقدروا نديروا شي مسائل اللي تقدر تكون مدره للربح لنا ولوليداتنا ان شاء الله. وقد تخلل هذا الحفل عرض لإنتاجات المستفيدات في مجال الطبخ والحلويات والسيراميك والخياطة والبصالة، ليختتم الحفل برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.